بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: فضيلة الشيخ، من الأسباب المعينة على الثبات على الدين في وقت الفتن، وما هو توجيهكم للمسلم للثبات على الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الفتن خطيرة، وأنها تكثر في آخر الزمان، وظهورها من علامات قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المخرج منها قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالمخرج منها بالتمسك بكتاب الله وهو القرآن، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه سلف هذه الأمة، وكذلك لزوم الجماعة وإمام المسلمين. فإن حذيفة رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بظهور الفتن قال له حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل عندما يسأل الإنسان عن مسألة في الفقه أو في العقيدة ويقول الله أعلم، هل هذا هو الأصلح أم يفيده إذا كان لديه جواب؟ إذا كان عنده علم فإنه يجيب السائل بما يعلمه من الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما دونه أئمة المسلمين من الفقه في المسائل الدينية والمعاملات غير ذلك. فإن لم يكن عنده علم فإنه يقول: الله أعلم، اسأل عن هذا غيري. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. يقول: بالنسبة لتقبيل المصحف إذا سقط من يدي وأنا أقرأ، هل هو جائز أم لا؟ إذا سقط من يدك فارفعه، وأما تقبيله فهذا لم يرد فيه دليل، إلا أنه يروى أن عكرمة رضي الله عنه كان يقبله، فإذا قبله الإنسان فلا بأس بذلك، ولكن المتعين أن يرفع المصحف وأن يضعه في مكان مرتفع ومكان محترم، لأنه كتاب الله عز وجل في صحف مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، عندي جوال وبه المصحف كاملا، فأقرأ فيه في المسجد وفي البيت وفي مكان عملي، فهل هذا جائز؟ نعم، جائز أن تقرأ القرآن من المصحف أو من أي شيء مكتوب فيه القرآن العظيم، ومن ذلك الجوال، فإنه اليوم
صار ميسر بأيدي كثير من الناس، وهذا من تيسير القرآن. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. نعم. هذا فضيلة الشيخ سائل يقول: بالنسبة لتخليل الأصابع في التيمم، ما كيفية التيمم الصحيح مأجورين؟ التيمم الصحيح ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه يضرب بيديه الأرض الطهور ثم يمسح وجهه ببطون أصابعه ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة، وإن ضرب ضربتين، ضربة للوجه مسح بها وجهه وضربة ليديه يمسح بهما الأخرى، يمسح بكل واحدة منهما الأخرى، فلا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم أكل القات مأجورين؟ القات لا يجوز أكله ولا مضغه، لأنه من المفترات وهو أعظم من الدخان. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومخدر مفتر. القات لا يجوز، لا يجوز استعماله ولا مضغه، ولا يجوز يحل بيعه ولا أكل ثمنه. نعم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لدراسة علم الفرائض، هل هو واجب أم أن هناك علماء يختصون في هذا العلم؟ علم الفرائض علم مهم، أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه، لأنه علم صعب، ولأنه ينسى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي عنده استعداد لفهم الفرائض يدرسها، والحمد لله الآن فن الفرائض مقرر في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة. على المسلم أن يهتم بذلك، لأنه ميراث عظيم، ولأن الناس يحتاجون إليه، ولأنه ينسى. فالذي يهتم به له أجر عظيم، لأنه عمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسد حاجة الناس. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، في يوم العيد لم نطف، وطفنا في اليوم 13 طواف الإفاضة والوداع بنية واحدة، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند السفر فإنه يغني عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، فينويه للإفاضة ويكفي عن الوداع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ألف ألف باء، يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي: إذا توضأت وقبلت زوجتي، هل ينتقض الوضوء وهل يجب علي إعادة الوضوء؟ إذا توضأت فلا تقبل زوجتك ولا تمسها إذا كانت تثور شهوتك ويخشى عليك أن يخرج منك شيء، فابتعد عن الزوجة وعن تقبيلها وعن لمسها، إلا إذا كنت تأمن على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم، ويقبل وهو متوضئ، لأنه كان مالكا لإربه كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذه نجوى تقول: ما حكم صبغ حواجب المرأة، ذلك بالتلوين البشرة؟ فبعض النساء يعملن هذا الصبغ للحواجب. لا يجوز العبث بالحواجب، لا بقص ولا نتف ولا حلق، وهذا هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته، قد لعن النامصة والمتنمصة. وكذلك صبغ الحواجب وتشقير الحواجب، كل هذا منهي عنه. الحواجب تترك على خلقتها وطبيعتها وهي جميلة ولله الحمد، ولكن بعض النساء تتسلط على حواجبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العبث فيها، كما أن الرجال بعضهم يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقصها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرامها وتوفيرها وإعفائها.
فالشيطان يغري الرجال باللحى ويغري النساء بالحواجب لأجل المعصية، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا السائل يقول: أنا منذ سنوات وأنا أتاجر بعسل النحل، وهي عملي الذي اقتات منه، فهل عليه زكاة؟ وما المراد بعروض التجارة؟ نعم، إذا كنت تبيع وتشتري بالعسل فهو من عروض التجارة، تزكي القيمة التي تحصل عليها منه. وإذا حال الحول وعندك حال الحول على رأس المال الذي اشتريت به العسل، فإنك تقوم العسل بما يساوي وتزكيه بدافع ربع العشر من قيمته المقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا ويقول: شيخ، ما حكم من ينذر لله ولم يستطع أن يوفي بنذره، وقد نذر عدة مرات وهو إنسان فقير؟ يكره الدخول بالنذر، لكن إذا دخل فيه وهو نذر طاعة أجب عليه الوفاء به. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. الله جل وعلا أثنى على الأبرار في أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه. وقال تعالى: وليوفوا نذورهم، على المسلم إذا نذر نذر طاعة أن يوفي به، وإذا لم يستطع في الوقت الحاضر فإنه يبقى في ذمته دينا لله عز وجل في ذمته، متى قدر على تنفيذه فإنه ينفذه. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة في سؤال لها تقول: زوجي مرض مرضا شديدا في رمضان، ومر عليه الشهر وهو مريض ولم يصم، وتوفاه الله في آخر الشهر، هل عليه إطعام؟ وكيف نطعم؟ وما مقدار الإطعام؟ ليس عليه شيء، لأنه ترك الصيام للمرض، قد رخص الله له في ذلك، ولم يستطع القضاء، ما تمكن من القضاء، مات في مرضه، ليس عليه شيء. نعم. تقول السائلة فقرتها الثانية: الذي مات في هذا المرض الخطير فضيلة الشيخ، هل يعتبر إن شاء الله ممن رفعت لهم الجنة؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم به، ولكن المؤمن يرجى له الخير إذا مات على الإيمان وعلى التوحيد، يرجى له الخير. نعم. من مكة المكرمة هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عملت كثيرا في التجارة ولكنني لم أوفق، ما هي أسباب قلة الرزق وقطع الرزق مأجوري؟ عليك بطاعة الله عز وجل في طلب الرزق، وعليك أيضا بطلب الرزق الحلال بالطرق المباحة والمشروعة، ولا تيأس من رحمة الله، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل على الله واطلب الرزق، ولو أخفقت في مرة فلا تيأس أن يوفقك الله جل وعلا في المرة الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول لي: أخت متدينة وهي كثيرا ما تقرأ القرآن الكريم، وعندما تنام فضيلة الشيخ صالح تضع المصحف عند رأسها ثم تنام، هل هذا جائز؟ لا أصل لهذا، بل المصحف يرفع ولا يترك عند الوسادة، يرفع إذا فرغ من قراءته في المصحف فإنه يرفعه في مكان مصون. نعم. إذا كان الزوج ظالم وسيء التعامل، هل يجوز الدعاء عليه؟ على المرأة أن تصبر على زوجها ولو كان مقصرا في حقها، وهي على أجر، مع الطلب منه أنها تطلب حقها منه وتتلطف معه إذا كان قادرا على ذلك، أما إذا كان تركه عجزا فإنها تصبر ولا تلومه في ذلك. فالعشرة بالمعروف مطلوبة بين الزوجين، والصبر من أحدهما
على الآخر، ثم يكون الفرج بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا كل أسبوع وذلك في يوم الجمعة أسافر إلى الدمام، هل أجمع الظهر مع العصر وكيف؟ إذا خرجت من مباني بلدك مسافرا مسيرة 80 كيلو فأكثر، جاز لك القصر والجمع بين الصلاتين، قصر الرباعية، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما ما دمت في حال السفر وفي الطريق. رخصة رخص الله بها لعباده. وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، أخذا برخصة الله عز وجل. نعم. هذا السائل يقول: بالنسبة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب يوم الجمعة، وهل تجوز الصلاة على النبي عند سماع اسمه في الآيات وأنا في الصلاة؟ نعم، تصلي عليه من غير رفع صوت، تصلي عليه من غير رفع صوت. يكون له مثلا تشويش على من حوله. نعم. السائل يقول: ما حكم من أفطر في رمضان متعمدا؟ حكمه أنه عاص لله ولرسوله، عليه التوبة والقضاء، قضى ما أفطره، لأنه ركن من أركان الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة السائل خالد، يقول: ما حكم الذكر الجماعي؟ وأرجو أن تشرحوا لي حديث بأن لله ملائكة يطوفون في المساجد. نعم، ذكر الله بعد الصلاة بما ورد في الأدلة مستحب، من التهليلات والتسبيح والتحميد والتكبير بالعدد الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض تغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولكن الذكر لا يكون جماعيا، الذكر الجماعي بدعة وهو شأن الصوفية. المسلم يذكر الله، كل يذكر الله منفردا بعد الصلاة وغيرها. الأذكار الجماعية بدعة، هذه الصفة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. حديث إن لله ملائكة طوافون، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، هذا حديث صحيح. الملائكة تحضر في مجالس الذكر وتشهد بذلك لأصحابها عند الله سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أنهم يذكرون الله جماعيا، وإنما المراد بذكر الله هنا إما تلاوة القرآن فيما بينهم، وإما مدارسة العلم، هو من ذكر الله عز وجل. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان. السلام عليكم ورحمة